أطفال رفقة أوليائهم لتنظيف حيهم بدائرة تغنيف في معسكر، مبادرة تجند لها الصغار قبل الكبار فأثبتوا تعاونهم من أجل مدينة نظيفة. غنية غانمي. أتينا اليوم في الصباح الباكر من أجل توعية الناس بخطورة النفايات، وخرجنا لكي ننظف حينا ولكي نجعله ساحرا يجذب نظر الناس. هكذا كانت استجابة هؤلاء الأطفال رفقة أوليائهم لتنظيف حيهم هنا بدائرة تغنيف، مبادرة تجند لها الصغار قبل الكبار فأثبتوا تعاونهم من أجل مدينة نظيفة. أنا نخرج قبل الأذان، نصلح، نصيق، نرش، نوض ندير الطاجين تاع الكسرة، ندير نبسس. كنا حدا المركز تاع التكوين المهني نقطة سوداء، هنا الله يبارك المواطنين شاركوا بكل ما في وسعهم باه يردوا المكان هذا أجمل وأجمل. مبادرة وإن كانت كبيرة إلا أن استجابة المواطن لها لم تكن بالقدر الكافي، فبالرغم من جمال ونظافة مداخل المدينة والشوارع الرئيسية إلا أن بعض الأحياء لم تكن كذلك. المواطن ما استجبش بالطريقه اللي كنا نستناو فيه باش يستجب بها، لانه هذه الحاجه هذه النظافه هذه تهم المواطن بالدرجه الاولى، هو اللي يستفاد منها، هو اللي لازمه يكون هو اللي يكون متجند الاول، ما يقارعش حتى تجيه رئيس البلديه ولا رئيس الدائره ولا. وانا نظن المشاركه تاع المواطن هي مهمه جدا بجانب الدوله، لان النجاح تاع الدوله بمشاركه المواطن هي شرط ان المواطن يكون عنده العزيمه كذلك الاراده باش يعرف ويكون واعي بان المحيط نتاعو لازم يتنظف ولازم يعيش في بيئه نظيفه. نظافه المحيط والاحياء مسؤوليه الجميع، سلطات ومواطنين، تكاتف كان من المفترض ان يوليه المواطن اليوم اهميه كبيره لتنظيف ما خلفه من نفايات.